هواي أماكن بيها ذكريات، مرات مؤلمة ومرات مفرحة، إلا المستشفى. هو مكان دائما مرتبط بحالات الخوف، لكن ما شفناه بداخل الغرف والصالات من ناس صادقة بعملها ومشاعرها خلتنا ننظر من زاوية ثانية، نظرة اطمئنان وسكينة. بالمستكشف راح هواي تستكشف ويانا. يمكن كنت حريص بهذا الموسم انه نقدم لكم شغلات جديده ما كنت اقدمها سابقا، الشغلات اللي قدمناها سابقا هي استكشاف المهن واستكشاف التراث واستكشاف الحياه، لكن استكشاف حياه البشر ما دخلنا بهذا الموضوع، وراح ندخل مثل ما راح اعودكم بهذا الموسم بحياه البشر، واهم مهنه ممكن ندخل بحياتها هي مهنه التمريض او مهنه الناس اللي تتعلق بموضوع الطب والتمريض، هذه المهنه الصعبه اللي تتدخل بحياه الناس بالتحديد. أنا وياكم راح أباشر ويا كادر برنامج المستكشف حتى نشوف هذه المهنة وشنو أدق التفاصيل اللي موجودة بيها. لو أردنا نسأل الأطباء سؤال، شلون يبدي يومكم؟ يبدي يومكم موسيقى هادئة مثل ما يقولون، لو يبدي يومكم مثلا تشربون قهوة، لو تتريقون، لو شنو اللي تسووه بداية حياتكم؟ مثل كل المهن، مثل لما أنا أبدي بالدوام أو أنا أدخل الدائرة أو أي شيء، شلون يبدي يومك يا الطبيب؟ شلون أنت تقدر تحس وتشتغل قبل أنه تبدي بهذه المعاناة وبهذه المعركة ويا المريض؟ أسألهم وأشوفهم شنو راح يجاوبوني. يعني واحد يقعد بالبيت الصبح ريوق بسيط، وقت ماكو لازم يلحق الدوام. العاد هاي الهوسة وهذه شغل المرضى من يشتغل هذا هو هيك مرتاح وماخذ الكوب مالته ويشرب فيه ويفتر. انا صار 5 سنوات هنا متعينه، انا ولا مره تريقت بالبيت واجيت. طريق ازدحام والحمد لله، يعني طريق يعني من النصر للمستشفى تقريبا اكثر من 40 دقيقه. نبدي نباشر بالعمل. طبعا هو هذا خوف فكره شائعه بس هي مو واقعيه. الطب يعني مهنه متعبه جدا وتستغرق وقت طويل، يعني هسه اي طبيب حتى يحصل على درجه الدكتوراه في اختصاص معين على الاقل يحتاج له يعني يصير عمره بال 34 35 سنه. مشاهدينا ويا اول خطوه ندخل بها الى الاي سي يو، وحده العنايه المركزه، هذه الوحده اللي تتميز بالخصوصيه بكل المستشفيات العراقيه. اول الشغلات هي الحمايه، حمايه المريض من الجراثيم اللي موجوده. حسب ما افتهمت وسالفت ويا الاطباء انه هنا احنا بس نلبس الشيلد فوت او يعني الكفر الخاص بالاحذيه لسبب انه احنا راح ندخل، هو المريض ما راح يتنفس الهواء اللي احنا نتنفسه لانه هو اصلا جوه قناع اكسجين موجود خاص به وما راح تنتقل لاي جراثيم، بالاضافه الى ايدينا احنا ما راح نتعامل بتماس ويا المريض بنفس الوقت. بعد انه دخلنا الى وحده العنايه المركزه اللي هي اسمها اي سي يو تقريبا بمصطلحاتها بالاول حرف موجوده بالانجليزي، وهذه الوحده اذا ردنا نعرفها ونحكي عليها ونسولف فيها هي لما المريض يفقد بعض وظائفه، يعني مو كل مريض ممكن يدخل الى هذه الوحده، لا، المريض اللي يفقد بعض الوظائف خصوصا الوظائف التنفسيه، وممكن انتم شفتوها بوقت كوفيد 19 لما كانت هنا هذه المكانات تمتلي هذه الاسره بالاشخاص اللي يفقدون وظائفهم الحيويه خصوصا وظائف الرئه، لما الرئه بعد ما تشتغل فيحتاج الى جهاز فنتليتر او جهاز التنفس الاصطناعي. هذا الجهاز اللي عباره عن شاشه، وهذه الشاشه مثل ما تشوفوها مشاهدينا هي تنقل كل وظائف الجسم الحيوي ومن اهمها دقات القلب بالاضافه الى ضغط الدم، والشيء المهم اللي موجود هنا هو الاس بي او 2 اللي هو نسبه الاكسجين الموجوده بالجسم. انا هنا راح ادخل معايشه ويا الاطباء والممرضين اللي موجودين بهذه الوحده اللي تحتاج عنايه ايضا مركزه من عندنا احنا ككادر تصويري، لانه الحالات كلها حالات خاصه، حالات ممكن صعب انت تتعامل وياها، وايضا الممرض او الطبيب او الصيدلاني صعب يتعامل وياها، فخليكم ويانا نشوف بقيه التفاصيل ببرنامج هذا اليوم.
ساعاتك صايرة عشنا مع الكادر، حسينا بمعنى الفريق، خلية منتظمة ومتسلسلة، واحد يكمل الثاني. بأخطر غرفة بالمستشفى، العناية المركزة، كان الهدوء يخيم على المكان، حركة وصوت الأجهزة ونبضات القلب تملي المكان، ماكو كلام بس عمل. يعني احنا اعتادينا، وبالتالي انه نشوف النتائج، انه واحد من يشوف النتائج اللي يقدمها، يعني صار عندنا بالبداية أول ما دخلنا وشفنا أكو ناس صار عندها إغماء، أكو ناس إنه صار عندها تقيؤ، أكو اللي وقعوا واللي ما تحملوا المنظر، بس بالتالي إنه من يتعود عليه المنظر مرة واثنين ويشوف النتائج مال العمل اللي جاي يقدمه شنو هو. هما الممرض دائما يصير حلقة توصل بين المريض وبين أهل المريض وبين دكتور المريض وبين الكوادر البقية، مثلا التحليلات، الأشعة، شنو يحتاج خاصة بالعناية. احنا الاعتماد المريض اعتماد كلي على الممرض. يعني أنا فخورة بنفسي وفخورة بمهنتي، لأنه دا أتأخر أكثر من الكل، يعني دا أطلع يعني أوصل للدوام قبل الكل وأرجع بعد الدوام متأخرة، يعني مرات أوصل البيت بثلاثة ونص، دوامنا ينتهي 2:30، أنا أطلع 3:30. ليش؟ أبقى ويا المريض لحد ما يستبل، يعني لحد ما أنه حالة تستقر يلا أطلع، أو لحد ما أسلمه للكادر المسائي يلا أطلع. اختارينا حالة قريبة للشفاء، وحفاظاً على خصوصية المريض أخذنا موافقة التصوير. كان المريض يعاني من تكسر بأضلاع الصدر، وبرعاية الطبيب المختص زف الأخير فرحة شفاء أو خروج اليوم. المريض من يشوف الطبيب اللي يهتم بي واللي يتابعه، أو طبيب الاختصاص مالته كل يومية يحضر ويطمن علي ويتابع علاجه ويتابع الإجراءات المعمولة في وحدة العناية المركزة بشكل خاص أو بالمستشفى بشكل عام، يشعر المريض بالاطمئنان بأنه هناك رعاية شاملة ليس فقط من قبل طبيب الاختصاص وإنما من بقية كل الأفراد الموجودين هنا، لأنه المريض كان حالته غير مستقرة، يعني كانت شديدة، حادث سير شديد، كسور متعددة، كانت الجهة اليسرى من الصدر مالته تقريبا خلينا نقول 70-80% غير شغال، الآن هو مستقر، أكسجينه 97% بدون أكسجين، كان وقت الدخول كان الأكسجين مالته تقريبا 82-83% مع الأكسجين، الآن هو مستقر ومتماثل الشفاء وجاهز أنه يدخل للطابق الثالث من المستشفى. تقريبا عملنا بالعناية ما نقدر نطلع، يعني من نجي لحد ما ننتهي، إذا يعني استأذن وأكو أحد يصير بديل إلنا اللي يلزم الشغل حتى يصير هو ذاك عمل يصير مضاعف، إحنا ننزل بس الشغلات الإدارية إذا عندنا فشي إداري أو فشي، فتعرف الشغلات الإدارية تطول بس على هيك. اليوم سمعت إنه أنت راح تطلع منها من المستشفى إن شاء الله، يعني تطلع من وحدة العناية المركزة. بلي أطلع. سولف لنا على أول ما وعيت هنا، شنو اللي حسيته؟ استاذنا الحبيب، أنا راح أطلع من هنا، أطلع على الطابق الثالث. الطابق الثالث راح تروح. يعني بعد عندي أسبوع حوالي. إيه. جواعات. يعني. وعيت بعد البنج. أستاذنا الجديد. بعد العملية. اللي تفريغ النزيف. ثمان أضلاع مكسورة. وجدت أستاذ طه أمامي. أستاذ حسام. أستاذ حيدر. والكادر الطبي قاطبتهم. الله يستر عليهم. رغم هدوء المكان بوحدة العناية المركزة، رغم هدوء الكادر أيضا بالتعامل والتعاطي ويا المرضى، لكن بالأول والأخير هم يبقون بشر وعندهم إحساس وعندهم أحاسيس وعندهم مشاعر. على هذا الأساس تنبني بعض الأحاسيس والمشاعر، بعض الذكريات بين الكادر الطبي والكادر التمريضي اللي موجود هنا. فأنا راح أسألهم ونشوف شنو المشاعر والذكريات اللي مخزونة بذاكرتهم بهذا المكان أو بمكانات أخرى هم اشتغلوا بيها. شاب ويشتغل عامل بمحطة مال غسل السيارات أو شيء، فمتكهرب بالمي، فوصل إنه وصل للطوارئ، كان الوقت كلش متأخر، يعني فاشتغلنا العاشر القلبي وراها إنه الحالة الذعر دي صارت عند أهله، يعني من إجوا للطوارئ، يعني فد منظر كلش مؤلم، يعني عالق يعني تقريبا قبل 3 سنوات انه عايف الطوارئ، ولحد الان المنظر انه ببالي شلون انه لما اجت والدته واهله وشافوا انه قالوا لهم هو قالين لهم واقع او هيك شيء واجوا لقوا انه خلص توفى. دائما الاطفال ياثرون بينا،
لانه طفل، وخاصه اذا يحس بالمه او يحس انه يعني احنا دائما هم فاقدين، بس اذا يحس هو طفل يعني ما يتحمل الم، ليش هالالم هذا؟ يعني الطفل حالته خاصه. اكو ذكرى لسه ببالي، المريض عمره 5 سنوات، طفل بالليل طالع يلعب، كان ما يدرون اهله بيه، عايفين الباب مفتوحه وطالع، فاثناء اللعب مالته على الشارع العام جايه سياره ضاربته. لما اجانا بحاله كان كلش خطره، يعني النزف الداخلي اللي كان عنده بالدماغ، الكسور اللي متعدده كانت عنده، يعني كانت حالته جدا ميؤوس من عندها. ولما وصلنا وصل متاخر، فيعني نص ساعه وتوفى. وهذا الطفل كان الطفل الوحيد اللي متوال، يعني عند العائله، عند اهله، يعني امه وابوه كبار بالعمر. فبوقتها يعني الطوارئ كلها انقلبت، صار نوع من الضرب ونوع من المشاحنات ونوع من الحكي، مع انه احنا ما قصرنا وياهم. فرحة الكادر الطبي بشفاء المريض تقدر تشوفها على وجوههم وعيونهم وحتى حركاتهم. يشعرون بالفخر من يشوفون المريض قام يمشي على طوله وهو مرتاح. قصص هواية بذاكرة الأطباء محفورة، خصوصا قصص الشفاء. المرضى مرات من يتوفون نعطيهم خبر الوفاة انه توفى مريضكم، يجون قبل لا يروحون المريض هم يشوفونه توفى، يجون انه يقولون انتم ما قصرتوا، يشكرونا انتم ما قصرتوا، سويتوا اللي عليكم، نشكركم. بعدين يروحون المريض المتوفي فيشوفوا، يعني هذه من انه انت اخذت، يعني صرت فد جدير بالثقه لهم. فد يوم جاي ازور، شافني ولد سلم علي، قال تذكرني؟ قلت له إيه ذكرتك. قال لي انا زوج مريضه فلانه، شكر معدي. ويعني واقعا كان امر مفرح انه هاي المريضه رجعت لاهلها ورجعت لعائلتها. هذا يخلينا نستمر، يخلينا نصمد. واقع انه ماكو شيء يخليك انه تعيش مع هاي الالام، يعني شنو الداعي؟ يعني ليش الانسان يتحمل كل هاي المصاعب، هاي المتاعب؟ الشيء الوحيد اللي خلينا نتحمله هو انه احنا نعتمد على توفيق رب العالمين وتعويض رب العالمين على هذا الجهد، وايضا انه احنا نشوف اكو بعض المرضى يتحسنون ويرجعون حياتهم الطبيعيه لعائلهم، لاطفالهم، لابائهم، لابنائهم. هذا امر مفرح كثيرا. ما اريد غير بس دعوته لنا بالسلامه، كل شيء مريض صراحه، لانه هذا واجبنا. احنا واجبنا بخدمه المريض، واجبنا نساعد المريض، واجبنا انه نحسن الحاله الصحيه قدر الامكان. احنا ما يعني نريده يتفهم بنفس الوقت التعب والمجهود اللي دنبذله على مودهم، لان اغلبهم دي يصيرون عصبيين وتيئم، ويوصل مرحله انه حتى يتجاوزون على الكادر التمريضي، مع انه هو اللي دي يكون وياهم مو عليهم. فهوايد نعاني من هالحالات. تنقسم الطوارئ بالمستشفيات العراقيه تقريبا الى قسمين، القسم الاول هو قسم الاستشاريات او القسم الباطنيه، والقسم الثاني هو قسم الجراحيه اللي انا تقريبا بي. اختارينا هذا القسم لانه شويه باكشن وشويه بحدث اكبر، يعني هذا القسم ممكن يحولنا الى اقسام ثانيه موجوده بالمستشفى. لذلك لما دخلنا هنا على قسم الطوارئ اللي راح نشوف به هواي حالات، ممكن حالات تكون غريبه، حالات ممكن بيها تاثر ببعض الاعضاء، لذلك يسمحون بالطوارئ الجراحيه. وعلى هذا الاساس راح تحولنا وتكون نقطة تحول من يونت الامرجنسي أو الطوارئ اللي موجودين هنا إلى يونتات أخرى مثل السي سي يو أو الآي سي يو، اللي راح ندخل بيها بأدق التفاصيل. حنتعرف على حياة الأطباء مثل ما قلت لكم والممرضين اللي موجودين بالمستشفى. فأنا مكمل وياكم نشوف واحدة من هذه الحالات وحياة أيضا الممرضين اللي هنا. القدر مدر الصدفة ما خلانا نعيش بالطوارئ مع الأطباء، لأن خلال ثواني وكالعادة استقبلت المستشفى حالة طارئة. جهزنا معدات التصوير وتوجهنا للخارج. المصاب كان مصاب برأسه أثناء العمل، وبلحظة واحدة
شفنا الكادر الطبي وكأنه هو خلية نحل تجتمع على المريض، كل شخص باشر بعمله بصمت. أنا من الناس ارتبكت، لكن الهدوء اللي كان يتمتع به الكادر هو اللي يسيطر على الموقف. الظرف اللي يجمع المراجع والطبيب هو ظرف متشنج، دائما تصير مشاحنات ومضايقات. بالأخير هم مجموعة بشر تحكمهم مشاعرهم وانفعالاتهم، لكن يبقى الطبيب على حق والمراجع على حق، وتبقى قضية الحق نسبية بهيجي مواقف. يعني دائما انه المراجع يجي بحالة انه عنده مريض او متهستر، يشوف انه الطرف المقابل، فهو شيء يريد انه دائما انه الاهتمام بس بالمريض مالتي، ما له علاقه انا بالمريض اليمني. فالكادر الطبي انه ما راح يقدر يوفر له هذا الشيء، انه انا اجي اوقف يم مريضك فقط واعوف المريض الثاني. انا لازم اقسم الوقت، لازم انه انقذ الموجودين كلهم، اساعد اللي اقدر اساعده من عندهم، صح ولا لا؟ حالات كثيره، انا صار 5 سنوات يعني حالات، مئات الحالات. يعني هو حقهم، احنا نراعي هذا الموضوع، انه المريض عنده مريض المرافق، عنده مريض على وشك الوفاه، فاحنا نقدر انه هذا المرافق يكون مشدود عصبيا، متوتر، قلق جدا، قد ينهار مرات، يفقد اعصابه، لكن هذا خو ما يفقده السيطره على نفسه، انه هو يتحكم بمشاعره وما يتجاوز، ما يعتدي على اخرين. هو حقه، هو جاي لهنا يريد مريضه يشفى ويطلع من المستشفى، فإحنا كل حالات نستقبلها، بس مرات يصير يعني سوء فهم أو يصير توتر وينحل بوقته. الطب والتمريض من أحد أهم المهن بالحياة البشرية، ويرتكز محور الكون على الإنسان، ولهذا السبب كان المفروض إحنا نسلط الضوء على مهنة الطب والتمريض بنفس الوقت اثنيناتهم، ونشوف شلون يتعامل الطبيب والممرض ويا المرضى اللي موجودين والراقدين، خصوصا بهذه الحالات الخاصة اللي موجودة، الحالات الفاقدة للوعي واللي ما أصلا تشعر بما هو موجود بيها، التماس اللي موجود، العلاقة اللي راح تنشأ بين المريض اللي فاقد الوعي ويا الممرض أو ويا الطبيب، هي علاقة يمكن أصعب ما إحنا نقدر نوصفها ونتخيلها، شخص أنت تقدر تخدمه وتساعده وتتفاعل وياه. يعني أطباء يعني حالهم حال باقي المجتمع، بيهم الأشخاص المشوشين، بيهم الناس تضحك، بيهم الناس اللي هم قد ما يضحكون كثيرا وأشكال. صراحة مهنة التمريض من أرقى وأحسن المهن المتواجدة حاليا، لأنه التمريض بشكل عام يشمل جميع الخدمات اللي موجودة بالمستشفى، يعني مرة هو يكون مختبر، مرة يكون هو صيدلي، مرة يكون هو مساعد طبيب، مرة يكون مساعد للمراجع نفسيته، يعني ياخذ عدة أدوار متواجدة بالمستشفى وكل أقسام، وممكن هو يروح بأقسام ثانية همان، فحياة التمريضي بنفس الوقت ممتعة. والله هو عمل إنساني ونحبه. وأكو يمكن أحد المراجع يقول إنه العمل بالمجال الطبي هو واجب كفائي. يعني أنا فخورة ودائما اللي بهال يعني التعيينات الجديدة اللي جاي تجي اللي ما مستقبلة هالوضع، دائما أنا أشرح لهم وأظل وياهم أيام إلى أن يتقبلونها، يتقبلوها يكونون فخورين بها. أنا دائما حتى من يقولوا لي الدكتورة أقولهم أنا ممرضة، مو ما أريد يعني شو اسمه، بس حتى الناس تعرف إنه الممرض هو عمله هذا العمل.